السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، وبنخص بالذكر النهاردة طلبة سينيور 1. أهلا وسهلا بكم في موقع الخطة التعليمية ومع أول حلقات وفيديوهات الفيزيكس اللي عاملة لنا رعب وخايفين منها. أنتوا كنتوا في المرحلة الإعدادية بتتكلموا عن الساينس، كيمستري وفيزيكس وبيولوجي وجيولوجي. النهاردة هنتكلم عن الفيزيكس بس. طب لما نيجي نتكلم ونقول الفيزيكس مع النظام الجديد للتعليم، هتبقى احسن ولا هتبقى اوحش؟ هو ده اللي احنا عايزينه النهارده في اول فيديو من الفيديوهات اللي هنتكلم فيها عن الفيزيكس. لو قلنا في البدايه ان الفيزيكس هي المسؤوله عن تفسير اي ظاهره، يعني اي فينومنا بتحصل هتلاحظ ان الفيزيكس هي المسؤوله عن الاكسبلينيشن اللي بيتم في الموضوع ده. ازاي حصلت الجاذبيه؟ ليه التفاحه وقعت على راس نيوتن؟ عشان في جرافيتي، وهنبدا نتعلم يعني ايه جرافيتي. حاجات تانية بقى بتخص السبيد، حاجات بتخص الفورس، حاجات بتخص الفيكتورز، هناخد كل الكلام دوت في منهج الترم الاول من الفيزيكس ان شاء الله. احنا بقى هنا هنعمل ايه؟ هنقدم لك مذكرات كويسه تذاكر منها مع الفيديوهات اللي بنقدمها لك، وكمان معاك تمارين اونلاين عشان تقدر تخش وتجرب بنفسك النظام الجديد اللي انتوا خايفين ومرعوبين منه برضو، بالاضافه للفيزيكس. الاتنين هيبقوا سهلين جدا، وده دورنا احنا ان احنا نبسط لكم المعلومه وندربكم كمان على النظام الجديد، او حتى لو النظام اتغير بعد كده ما تخافوش، احنا موجودين معاكم وبنساندكم واحنا في ظهركم لغايه اما توصلوا لدرجه التفوق ان شاء الله، وكمان تجيبوا فول مارك في كل اللي انتوا عايزينه. كمان انا عايز اتكلم النهارده في نقطه مهمه قوي. ايه هي النقطه دي؟ لما اجي اتكلم عن الفيزيكس مش هقعد اقول احنا هنحفظ، هنقعد نسمع، هنقعد نقول كومبير، هنقعد نقول ديفينيشنز، لا 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 لا، هنشرح الموضوع ببساطة جدا، هندي اكزامبلز من الحياة تقدر تفهم منها التوبكس اللي احنا شغالين عليها النهاردة وكمان الفيديوهات اللي جاية. وكمان انا عاوز دلوقتي اوضح حاجة مهمة الناس مش واخدة بالها منها. انت لما تجرب مع نفسك الامتحان بتاع الاونلاين والتمارين الاونلاين، احنا هنعمل لك فيديوهات فيها اجابات للتمارين دهيت، وكمان هنحل لك اونلاين بالفيديوهات ازاي تفكر في الامتحانات اللي انت بتقول عليها صعبة، سواء بنظام قديم او بنظام جديد. المهم مش عايزينك قلقان، احنا عايزينك احسن طالب عندنا على مستوى الجمهورية كلها. يعني احنا نقصد دلوقتي ايه؟ نقصد ان انت مش عايزينك قلقان، وان شاء الله هتكون من المتفوقين، بس تابعنا بصفة دورية، وتابع الحلقات بنظام، حل التمارين الاونلاين اول باول، وتابع الحلول اللي بتنزل في الفيديوهات كمان عشان تبقى اول باول بتحصل المادة، ومش شرط مادة الفيزيكس بس، في كل المواد ان شاء الله. يلا بينا بقى بالورقة والقلم ونبتدي اول حاجة في رحلة الفيزيكس في الثانوية العامة. يلا بينا يا جماعه نبتدي بقى اول حاجه في رحله الفيزيكس. النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن ليسون 1 في شابتر 1 يونت 1. حلوه الجمله دي، ليسون 1 شابتر 1 يونت 1. بيتكلم عن ايه الليسون دوت؟ تعالوا نشوف مع بعض. الليسون بتاعنا بيتكلم عن حاجه اسمها الميجرمنت. ايه هي الميجرمنت؟ بص كده ركز معايا، هنا هتلاقي كلمه ميجرمنت باللون الاحمر. عشان اشرح لك الميجرمنت دي لازم تفهم الاول هي ايه علاقتها بحياتنا. تخيل انت دلوقتي معاك بيبي ورايح بيه للدكتور، اول حاجه بيعملها ايه الدكتور؟ بيقول لك هات لي البيبي حطه على الميزان، حطه على البالانس. طيب اما بحط الطفل على البالانس دوت بيوزن وياخد الرقم وخلاص؟ لا طبعا، بيعرف الميزان مثلا 5 كيلوغرام، 5 كيلوغرام دولت. وبعدين هو عرف منين ان هم كيلوغرام؟ دي اليونت بتاعه الماس، وطالما دي اليونت بتاعت الماس يبقى لازم هتعلم الميجرمنت بتتم ازاي، وان في الاخر لازم يكون في حاجه اسمها يونت، وده هنعرفه كمان شويه بالتفصيل. طيب ايه تاني عندي دلوقتي؟ بيقيس درجه الحراره، بيقيس التمبريتشر بتاعه الطفل دوت. طب بيقيسها ازاي؟ بيجيب تول اسمها ترمومتر، او انت بتقول عليه ترمومتر بالبلدي.
بيحطه تحت لسانه او تحت دراع الطفل كده ويقول لك ايه، تعالى بقى نعرف درجة الحرارة كام، عشان الطفل ده لو درجة حرارته كويسة يبقى الراجل ده تمام وزي الفل. طب افرض درجة حرارته عالية، هنديله الدواء المناسب. يبقى الميجرمنت مهمة في حياتنا، مهمة ليه؟ عشان لو انا بتقابلني اي مشاكل في جسمي، ده اهم حاجة الصحة. طيب لو عايز بقى انزل اشتري حاجة من السوق، برضه بعمل ميجرمنت، ميجرمنت لاي خضار بشتريه عشان اوزن الماس، بحتاج بالانس. طيب بشتري مثلا قماش، بشتري سلك كهربا، بقيس اللينث بتاعه، يبقى وانا بقيس اللينث ده محتاج تول جديده. اذا عمليه الميجرمنت اولا بتتم ازاي، وبعد كده ايه هي التولز بتاعتها وايه هي اليونتس، هو ده موضوع اول جزء عندنا في الفيزيكس. يبقى بدايه هنشتغل مع بعض يعني ايه هي الميجرمنت. بص معايا كده على البيج اللي عندك، هتلاقي هنا هو كلمة measurement هي process بيتم فيها ايه. تعال بص معايا على الرسم ده اللي فوق، حضرتك لو بصيت كده جبت balance ورحت جايب beam balance دوت، حطيت في الجزء الاولاني هنا في بوينتر في النص هيقول لي مين الكفة اللي هتكسب، هحط هنا اي حاجة مثلا ماس من اي خضار، وهنا لازم تبقى نون ماس 1 كيلو جرام 2 كيلو جرام 3 كيلو جرام. بص كده معايا على الرسم، الجنب ده اهو مليان unknown quantity، يعني ايه؟ انا مش عارف الكمية قد ايه، ممكن يبقى في 3 كيلو 4 كيلو، هنا 3 كيلو جرامز كل واحدة فيهم عاملة 1. يبقى لو ده طلع قد ده يبقى في اللحظة دي البوينتر هيقف في النص، يبقى دولت بيمثلوا 3 كيلو جرامز من أي خضار أنت بتشتريه أو أي ماس أنت بتوزنها. فبالتالي نرجع للديفينيشن هنا، بص الديفينيشن مكتوب ايه؟ It is the process of comparing an unknown quantity. يبقى اهو دي unknown quantity. والناحية التانية with another quantity. مين الـ another quantity؟ حاجة أنا عارفها، لازم أكون عارف الـ value بتاعتها. Of its kind. الحتة دي مهمة. أنا مش بحفظك الديفينيشن، ركز معايا. أنا بخليك تفهم عشان يجيلك أي سؤال في الدنيا، نظام جديد، نظام قديم، أنت فاهم، هتجاوب أي سؤال يجيلك بمجرد إن أنت إيه؟ فاهم كويس إيه اللي بيتم عندك في الديفينيشن. طيب، يبقى أنا عملت كومبير بتوين unknown physical quantity مع another known physical quantity، مالها بقى؟ of its kind، ركز معايا كده كلمة its إيه؟ kind، ما ينفعش أوزن طماطم مع 3 متر من القماش، ما ينفعش احط هنا متر تاب اقيس معاها ماس، استحالة. يبقى انا بقارن حيوان ببني ادم مثلا، ما ينفعش اقارن بني ادم وبني ادم، اقارن حيوان مع حيوان من حيث السرعة، من حيث كثافة الشعر في الراس، الخي الخي الخي. انا بديك امثلة حية بعيد عن الفيزيكس شوية عشان تفهم، لكن نرجع لموضوعنا الاصلي. compare between unknown physical quantity مع another physical quantity، والphysical quantities دولت هم اللي بيتعامل ما بينهم الكومبير، هي دي الميجرمنت نفسها. بستفيد ايه بقى من الميجرمنت دي؟ لما اعمل كومبير ما بين حاجه unknown وحاجه known، بستفيد ان انا بعرف how many times the first quantity includes the second. يبقى اول واحده دي unknown فيها كام كيلو جرام، يعني الراجل البياع يقعد يشيل واحده من دي، شال مثلا دي وشال دي لغايه اما حصل بالانس ما بين الكفتين، يطلع البوينتر كده في النص، فيبقى الكميه اللي فاضله هنا هي الايكوال 3 كيلو جرامز. يبقى to find out how many times the first quantity includes the second، دي مهمه قوي يا جماعه، ما بقولكش تاني ما تحفظش، انت افهم كويس ايه اللي بيتم، وبعد ما تفهم يا سيدي بقى تعالى نجاوب الاسئله في وقت التمارين مع بعض. طيب ايه تاني عندنا موجود؟ عندنا هنا key elements of measurement process. الحته دي ممكن تيجي عليها choose، يقول لك which type of elements of the following
are really, sorry, is really related to elements of measurement. هتقول له أول حاجة أنا نرجع للرسمة كده بالراحة اللي إحنا كنا جايبينها من شوية. الرسمة أهي أول حاجة عشان أعمل measurement لل unknown physical quantity. يبقى أنا محتاج physical quantity أعمل لها measurement الأول. يبقى أول element physical quantities أو physical quantity واللي هي هعمل لها عملية measurement نفسها. طيب تاني حاجة بقى هي إيه؟ البالانس. يبقى البالانس ده هو عبارة عن إيه؟ البالانس ده هو التول اللي هستخدمها في الميجرمنت بتاعتي. يبقى انا محتاج كمان ميجرينج تولز. طبعا مش كل التولز تبقى بالانس، لا عندي كذا نوع وهندرس النهارده بالتفصيل في الفيديو دوت ايه هي التولز اللي هنستخدمها لكل فيزيكال كوانتيتي من اللي علينا في المنهج. بعد كده جبت الفاليو، مثلا طلعت الماس ام ايكوال 3. ينفع اكتب 3 كده؟ طب 3 متر، طب 3 سيليزيوس ديجري، طب 3 كلفن، طب 3 امبير. وضح اليونت. يبقى انت محتاج في الميجرمنت تلاقي الرقم موجود عندك اهو بالمنظر ده، وكمان تحط جنبيه يونت. يبقى انا محتاج اليونتس اوف ميجرمنت. انا باوزن جسم، باوزن الماس بتاعته، يبقى انا هنا بكتب اليونت بتاعتها. اليونت بتاعتها في مصر بنكتب كيلوغرام، وهنفهم يعني ايه مصر ويعني ايه ناشونال سيستم ويعني ايه متريك سيستم ويعني ايه بريتش سيستم. في اتفاقيات ان دولة زي بريطانيا عايزة تقيس الماس بالباوند، هنعرف برضو في المنهج. وفي اتفاقيات ان فرنسا بتقول لا انا هقيسها بالجرام. احنا في مصر ماشيين بالنظام المتريك اللي هو انترناشنال سيستم، ان الماس باليونت بتاعتها كيلوغرام. فاحنا هنتفق مع بعض نمشي دلوقتي انترناشنال لغايه ما ادرس السيستمز كلها واعرفكم ايه الفرق ما بين كل سيستم والتاني. هما 3 سيستمز عشان ما تقلقوش، 3 سيستمز بس هما اللي هندرسهم وهما اللي هنعرف اليونتس بتاعتهم، وما تخافش من الاسئله اللي تيجي عليهم. انا مش عايز اي طالب يخاف لان الموضوع بسيط، وطول ما احنا شغالين ستيب باي ستيب هتفهم الدنيا كويس قوي. وفيديو هيوضح لك، وفيديو تمارين، وفيديو حل للتمارين. طب عايز ايه تاني؟ واحده واحده. واي تساؤلات معاكم طريقه التواصل مع الموقع، وان شاء الله هنجاوب على كل تساؤلاتكم في الفيديوهات بتاعتنا. نكمل برضو الموضوع بقى ونقول انا محتاج هنا 3 elements عشان عمليه الميجرمنت تتم. يبقى انا عندي 3 elements مهمين: physical quantity, measuring tool وunits of measurement. اوكي نخش بقى على التوبيك اللي بعد كده. انا هنا دلوقتي عندي physical quantities. يجي حد يقول لي يا مستر ايه هي الphysical quantities؟ هقول له هي حاجات كل واحده منهم ليها طبيعه خاصه. يعني ما ينفعش اقول الماس زي اللينز، ولا ينفع اقول انا رحت مصر خلال القاهره يعني خلال 3 كيلوغرام، لا 3 ساعات. يبقى انا بوصف زمن، يبقى دي فيزيكال كوانتيتي. انما ينفع اقول مثلا ايه محمد سامي طوله 2 متر. طب ينفع اقول 2 ثانيه طوله 2 ثانيه؟ ما تجيش. يبقى لازم اميز، يبقى لازم اعرف ايه هي الفيزيكال كوانتيتيز، وبعد كده اشوف اليونتس عشان يبقى اقدر اميز ارقام جنبها يونتس بتوصف فيزيكال كوانتيتي معينه. يبقى انا اول حاجه لازم اتعرف عليها في الاليمنتس بتاعت الميجرمنت، رقم 1 فيزيكال كوانتيتي. ايه هي الفيزيكال كوانتيتيز اللي موجوده عندنا؟ نقول والله تو تايبس اوف فيزيكال كوانتيتيز. اول تايب فاندمنتال فيزيكال كوانتيتي. بص معايا هنا كده، ركز بقى. اول واحده اهي فاندمنتال، تاني واحده او تاني نوع ديرايفد. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق بسيط جدا. الفاندمنتال الحاجه الاساسيه اللي بعد منها بقى نقدر نطلع حاجه واثنين وثلاثه واربعه. يعني مثلا انا دلوقتي الاسم محمد، محمد سامي ابن فلان ابن فلان ابن فلان لغايه ما اوصل ابن سيدنا ادم، يعني بني ادم. يبقى بوصف عن طريق حد اساسي فاندمنتال اللي هو ادم. طب ادم ابن مين؟ مفيش. يبقى ده فاندمنتال.
يبقى اي حاجه هوصفها او اديها ديفينيشن عن طريق فيزيكال كوانتيتي تانية هسميها ديرايفد. لكن اي فيزيكال كوانتيتي مش قادر اديها ديفينيشن عن طريق فيزيكال كوانتيتي تانية يبقى خلاص دي اسمها فاندمنتال. تعال ركز كده معايا. لو قلنا كده بص في الجزء الفاضي ده، لو قلت لك السبيد انت خدتها في ميدل اسمها في، الفي ايكوال ديستانس دي اوفر التايم تي. لو ركزت معايا الفي فيزيكال كوانتيتي والدي فيزيكال كوانتيتي والتي فيزيكال كوانتيتي، الفي ديفايند باي ديستانس اوفر تايم، يبقى دي عملنا لها ديفينيشن عن طريق تو فيزيكال كوانتيتيز. يبقى الفي اللي هي السبيد هناخدها بعد كده بلفظ اسمه فيلوسيتي، النهارده نقول عليها سبيد زي ميدل. مالها بقى السبيد؟ السبيد دي يا جماعه ديرايفد فيزيكال كوانتيتي. طب الديستانس؟ الديستانس زي اللينس، يعني بنقيس حاجه بين تو بوينتس. الديستانس ما اقدرش اقولها عن طريق اي فيزيكال كوانتيتي تانية، يعني ما ينفعش اقول الديستانس بتساوي حاجه تايمز حاجه او حاجه تقسمها على حاجه. التايم ديفاين التايم كده ملوش ديفينيشن، مش قادر اوصفه عن طريق فيزيكال كوانتيتي تانية. يبقى خلاص التايم فاندمنتال فيزيكال كوانتيتي، الديستانس فاندمنتال فيزيكال كوانتيتي. طب الفيلوسيتي او السبيد؟ لا ديرايفد. يبقى نقرا بقى مع بعض بعد ما خدنا الاكزامبل البسيط ده، نروح نبص كده مع بعض على الديفينيشن. انا الاول عندي تايبس اوف فيزيكال كوانتيتيز، كام تايب يا مستر؟ اتنين. اول تايب فيهم فاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز، ايه ده هم كتير؟ تسعه وهم مفيش غيرهم، انما الدرايفد كتير عليك منهم خمسه سته سبعه مش مشكله، وهعرفك ازاي تجيب اي فيزيكال كوانتيتي دي درايفد ولا فاندمنتال. تعالى بس ركز معايا. اول حاجه الفاندمنتال، لو قلنا it is a quantity that cannot، ركز معايا can وايه not، ما اقدرش، يبقى can not be defined، ما اقدرش اعرفها by another or fundamental physical quantity، يعني مش اي كوانتيتي تانية ولا الفاندمنتال كمان. يعني ديستانس ما اعرفش اوصفها بالتايم، والماس ما ينفعش اوصفها بالتايم، ولا اوصف الماس بالفيلوسيتي، ولا اوصف الماس بالاكسلريشن، ولا اوصف الماس بالفورس، يبقى الموضوع منتهي. طيب يبقى دول شويه فيزيكال كوانتيتيز معروفه ما اقدرش اديهم اي ديفينيشن عن طريق فيزيكال كوانتيتي ثانيه سواء كانت ديرايفد او فاندمنتال. الامثله السهله اللي نعرفها ماس، لينث، تايم، دول اخدناهم في ميدل ونبدا نصنفهم فاندمنتال، ودي عليها تشوز بقى. يقول لك الماس فاندمنتال ولا درايفد، التايم، اللينث، يديك يقول لك ايه شويه تشويسز ويقول لك يلا طلع لي منهم الفاندمنتال. بس ادي نوعيه الاسئله اللي فيها تفكير، اللي الطالب بيتخض يقول لك لا نظام جديد وهتخض وانا مش متدرب، هي نفس الاسئله، وهتشوف التمارين ان شاء الله في الفيديو بتاع التمارين، موضوع بسيط جدا وما تقلقوش احنا موجودين معاكم عشان نبسط الامور مش نصعبها عليكم. بالنسبه للدرايفد بقى، ايه موضوع الدرايفد ده؟ قلنا حاجه زي السبيد بتتوصف عن طريق مين؟ عن طريق تو فيزيكال كوانتيتيز. يبقى انا اقدر اقول في الاكزامبلز تحت في سبيد او الفيلوسيتي دي عشان هناخدها باسمها فيلوسيتي السنه دي، لكن احنا لغايه ميدل ولما خلصنا ميدل ومع اول ليسون في الفيزيكس بنسميها سبيد. طيب هي كوانتيتي مالها؟ كان بي ديفايند باي انذر فيزيكال كوانتيتي، ما تقوليش بقى ديرايفد او فاندمنتال. يعني لو ركزنا دلوقتي الفي اللي هي السبيد defined by two physical quantities. طب تعالى نجرب كده acceleration a equal velocity اللي هي speed على time، وهندرسها السنه دي اسمها velocity. يبقى ال acceleration defined by mean حاجه derived divided على حاجه fundamental. يبقى انت خلاص عرفت كده بالنسبه لك كطالب بقى، دي derived defined by two fundamental physical quantities، دي derived defined by derived physical quantity and fundamental physical quantity. تعال بقى نشوف كده
ايه هي انواع الفاندمنتال؟ بسرعة: ماس، لينث، تايم، الكتريك كارنت، ابسوليوت تمبريتشر اللي هي التمبريتشر بس اليونت بتاعتها كلفن، يعني ما ينفعش اتكلم واقول سيليزيوس، عشان كده سموها ابسوليوت تمبريتشر. ابسوليوت تمبريتشر يعني بتتقاس بالكلفن. يبقى هنا اركز ان دي مش التمبريتشر العادية. amount of material، الamount of material ده اللي احنا اخدناه في الكيمستري بنقيس كام مولوكيول، يبقى اليونت بتاعتها مول. luminous intensity ايه دي بقى؟ بالعربي اسمها شدة الاضاءة. يعني بص حضرتك كده شايف انا قاعد منور قدام منك لان اللمبة اللي قدام مني اضاءتها عالية والانتنستي بتاعتها كويس. طب انا لو عملت ايدي كده مجرد ما حجبت جزء من الاضاءة عن وشي بقى الجزء ده مظلم، الانتنستي بتاعته قليلة، يبقى اللومينس انتنستي ايه؟ ضعيفة، يعني اللمبة اللي انا بستخدمها ضعيفة. يعني لقيت في مرة في فيديو كده، بس ان شاء الله مش هيحصل طبعا، لو حصل في مرة ان الاضاءة بقت ضعيفة اعرف ان اللومينس انتنستي بتاعت اللمبة اللي بنستخدمها هنا ضعيفة، يبقى احنا كده جبنا لمبة ايه؟ رخيصة. بس ان شاء الله مش هيحصل. في البيت بقى عندك لقيت لمبة رخيصة اعرف ان الانتنستي بتاعتها ضعيفة، لقيت لمبة غالية وبتنور كويس يبقى اللومينس انتنستي بتاعتها ايه؟ عالية. فاحنا بنقيس شدة الاضاءة، يعني الضوء عالي ولا الضوء ضعيف، بحاجة اسمها لومينس انتنستي، دي الفيزيكال كوانتيتي. واليونت بتاعتها اسمها كاندلا، يعني بتقيس قدرة كام شمعة، فاحنا هنكتبها سي دي، واليونت هتبقى موجودة في التيبل وموجودة عندكم في الجدول في البي دي اف كل التفاصيل دي. انجل اوف ميجر وسوليد انجل ميجر او انجل اوف ميجر، ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ انا لما اجي اقيس اي انجل بكتب الانجل مثلا ثيتا ايكوال كام؟ ايكوال 30. بس بقى 30 بقول عليها ديجري، ساعات بقى بنحولها لباي. باي مثلا لو قلنا الانجل ايكوال مثلا باي اوفر 6 او انجل ثيتا ايكوال باي اوفر 2، الكلام ده بقى ما ينفعش يتكتب كده، يتكتب جنبيه راديان. يبقى الانجل بتتقاس بحاجه اسمها راديان، مالكش دعوه بالديجري، اليونت الانترناشونال بتاعتها راديان. يبقى اي انجل هقول ايه؟ راديان، حتى لو حولت ده لديسيمال براحتك بقى. انا اللي يهمني بس هنا النهارده افهمك ان في حاجه اسمها انجل اوف ميجر واليونت بتاعتها هي الايه؟ الراديان. ركز معايا، يبقى الانجل العاديه اسمها انجل اوف ميجر. امال ايه الانجل السوليد انجل ميجر او انجل اوف ميجر دي؟ بص يا سيدي، لما اروح اشتري اي كون، يعني حاجه مخروطيه كده اللي هي زي القرطاس، بص بقى الانجل اللي برسمها تحت دي انجل مجسمه اللي انا بظللها دي، هي دي اسمها انجل سوليد انجل اوف ميجر او سوليد انجل، وريح دماغك. يبقى سوليد انجل هي دي اللي مقصود بيها سوليد انجل اوف ميجر. ايه بقى اليونت بتاعتها؟ ريديان برضو؟ لا، اليونت بتاعتها افتكرها بحرف الاس، بعدين انت مش هتحفظ خلاص، انت هتلاقي كل ده موجود عندك في كتاب الوزاره. ستريديان ممكن تكتبها اس تي دي، فانت هتدور على كلمة استيراديان او في التشويسز او استي. المهم تفرق ما بين الراديان والاستيراديان، الراديان بتاعت الانجل اوف ميجر وستيراديان استيراديان مرتبطة بكلمة اس اللي هي سوليد. يبقى انت دلوقتي ميز الاس هنا بتاعت الاستيراديان مع مين؟ السوليد انجل اوف ميجر. طب تعالى بقى نعرف ايه مواضيع تانية عندنا. Derived Physical Quantities دي بقى عليها شغل بقى واسئلة وهتبقى زي الفل، وما تخافش برضو بقول لك شغل واسئلة، يعني دي اللي ينفع نسأل فيها بقى، نحط problems ونحط حاجات. تعالى نشوف كده واحدة واحدة. Derived Physical Quantities انا ليه هنا ما رقمتهمش؟ لان ما لهمش عدد، ما اقدرش احفظه.
ما اقدرش اقول لك 30 40، لا لا لا، واحده واحده. انت عليك تدرس ايه؟ خدت اريا. اه يعني ايه اريا؟ اريا لو ركزنا كده مع بعض في الجزء الفاضي ده، اريا ايه ايكوال مثلا لينث تايمز ويدث. طب ما انت لينث فاندمنتال والويدث زي اللينث فاندمنتال، يبقى دي ايه؟ derived. يبقى اي حاجه derived هتلاقي فيها ريليشن، يا تايمز يا بلس يا يعني السيركمفرنس. بنجمع الاربع سايدز بتاعت سكوير او ريكتانجل. طيب طالما بتعمل بلس بعض يبقى خلاص انت كده وصلت لمرحله ان انت داخل في ايه؟ ديفاين السيركمفرنس عن طريق فاندمنتال. يبقى انت كده السيركمفرنس هو برضه ديرايفد. يبقى اي حاجه هتدخل فيها علاقه رياضيه هتلاقي هنا ايه؟ مثلا سبيد او فوليوم. تعال نتكلم الاول على الفوليوم، حاجه سهله. الفوليوم اختصارها في او ال. الفوليوم عباره عن مين؟ لينث تايمز ويدث تايمز هايت. الثلاثة دول تايمز بعض، دول فاندمنتالز، لكن ده ايه؟ ديرايفد. عشان كده مش هديهم حصر برقم معين. يبقى عندنا اريا وفوليوم، سبيد، اكسلريشن، فورس، وورك، باور، بريشر، دنستي، ممكن اقول لك فيسكوستي، عادي براحتي بقى. بس المهم ادي لك القانون اللي اشتغل بيه. فتعالوا بقى نتعلم واحدة واحدة كده، بس النهارده هنركز على جنرال انفورميشن، وبعدين لما نخش في التفاصيل في الفيديوهات الجايه هتفهم كل شيء انت عايزه عن طريق القانون اللي انا بديه لك. فمش عايزين قلق، وادينا ماشيين واحده واحده. اول حاجه عرفنا يعني ايه ميجرمنت، تاني حاجه عرفنا ايه هي الاليمنتس اللي بحتاجها عشان اعمل عمليه الميجرمنت نفسها، تالت حاجه بدانا ناخد اول اليمنت اللي هو الفيزيكال كوانتيتي اللي هي نوعها فاندمنتال ولا ديرايفد، وعرفنا الفرق ما بين الاثنين، واخدنا اكزامبلز، وبدانا نفصص الموضوع حته حته كده لغايه اما يتخدم عندك ويبقى زي الفل. تعال بقى ناخد تاني اليمنت. ايه هو تاني اليمنت؟ احنا قلنا من شويه، ركز معايا كده في الحته الفاضيه دي، بيقول لك انت محتاج تعمل وزن لشيء معين. يبقى هنجيب اول حاجه الانون كوانتيتي. طب دي هحطها في الهواء؟ انا محتاج تول اللي هو الميزان احطه عليه. يبقى انا تاني حاجه الميجرنج تولز. يا سيدي الله ينور، جبنا ده حطيناه معاه كده في ميزان وبدانا نجرب بقى، سواء ميزان انا برسم لك ابسط صوره من الميزان، في انواع كتير هنشوفها دلوقتي. فتعالى بقى واحده واحده، والصور هي واضحه واحنا ملتزمين بصور من الوزاره عشان نبقى احنا كده فاهمين ايه اللي بيتم. الميجرنج تولز يا سيدي، انا هشتغل على ثلاثة اساسيين، ماس ولينث وتايم. اول حاجة الماس، لما بتروح توزن اسهل جهاز بتستخدمه هو ايه؟ البيم بالانس اللي هو ده، لان ده اللي انت بتشوفه في حياتك الطبيعية، ده موجود وده موجود، بس انا عايز ابتدي بده بيم بالانس. طب ايه ده بقى؟ ده جهاز قديم كان موجود من زمان، تلاقي راجل معدي ومعايا 20 خروف 30 خروف في الشارع، واسمحوا لي اتكلم بالبلدي عشان الناس تفهم. الخروف ده الراجل هيروح يحطه على الميزان بتاع الطماطم عشان يوزنه وهو بيبيعه للزبون؟ استحال. امال بيعمل ايه؟ بيجيب بقى البتاعه دي اللي هي عامله زي القفه، وده شكل الميزان، وهنا النون فيزيكال كوانتيتي اللي هو رقم وليكن 1 كيلو جرام، وبيعلق دي في حاجة معينة على الحيطة أو على سور أو على جدار، ويبدأ يعمل بالانس ما بين الجزء ده والجزء ده، اسمه رومان سكيل. ممكن تلاقيه في الاختيارات بعد كده جالك رومان بالانس. المهم افهم ان هو بيستخدم للايه؟ عشان نقدر نقيس الماس. يبقى أول حاجة عندي اسمها رومان بالانس والشكل بتاعه أهو عندكم. تاني حاجة بيم بالانس، ده مشهور جدا بالنسبة لنا وإحنا شغالين بيه. يبقى لقيته كلمة رومان سكيل، رومان بالانس نو بروبلم. يبقى رومان سكيل رومان بالانس مفيش مشكلة عندي. تاني حاجة بقى البيم بالانس اللي هو في بنوزن بيه في حياتنا الطبيعية، بتاع الخضار عنده الميزان ده مشهور قوي. طيب عندنا بقى في البيت انالوج سكيل او في الصيدليات بلاقي ده موجود عادي جدا، ده بيبقى فيه بوينتر او فيه سكيل عباره عن ديجريز وبيبدا يلف، او البوينتر هو اللي يتحرك مش فارقه كتير، اسمه انالوج سكيل. المهم بيقيس ايه؟ بيقيس الماس.
ايه تاني بيقيس الماس؟ ديجيتال بالانس. ده بقى ممكن نسميه سينستيف بالانس، يا اما سينستيف يا اما ديجيتال، اللي يريحك. المهم تفهم ان ده بيقيس ماس، بس طبعا ده بقى very very accurate، يعني بيقيس حاجات بالجرام بالسنتيجرام، حاجات صغيرة زي بتاع الذهب، وممكن تجيبه في البيت وتقيس بيه لحمة، كيلو لحمة 2 كيلو، تعرف كده مثلا في غش تجاري في البيع، في ناقص حتة كده ب100 جرام مثلا، انت جايب كيلو لحمة بتوزنها لقيتها طلعت 900 جرام، خلاص بتعرف بقى منين من الجهاز ده. ده ممكن يساعدك بس في نسبة ايرور، مش هتعرف تبص كويس، انما ده مش هيطلع لك 900 جرام من كيلو جرام، لازم تحط 1 كيلو جرام وتحط هنا 1 كيلو جرام قدهم والبوينت تيجي في النص. وده كذلك يبقى احسن جهاز بيقيس الماس واكيوريت قوي في الفيري سمول ماسز هو ده. طيب اللينس بقى بنقيسه ازاي؟ اللينس بنقيسه عن طريق كذا حاجة، 4 حاجات اهم قدام عينينا. تعال نشوف اسهل حاجة فيهم، الرولر. ايه الرولر دي؟ المسطرة. حضرتك في الفصل عاوز ترسم خط مستقيم طوله 2 سم 3 سم في مسألة في الماث، هتعمل ايه؟ هتروح جايب الرولر ترسم اللاين وتروح جاي قايس من 0 لغاية 2. حلو جدا. طب لو انت عايز تقيس بقى حاجة 3 متر 4 متر، عايز تقيس البورد بتاعت الكلاس بتاعتك، هتعمل ايه؟ عايز تقيس التيبل، هتعمل ايه؟ لو جبت الرولر هتتعب وهتحصل فيه ايرورز كتير. لكن بنستخدمه حاجة جديدة اسمها ايه؟ ميتر تيب. ميتر تيب دوت يا جماعة هو بنستخدمه عند النجار، عند الراجل بتاع السيراميك، الراجل اللي بيعمل محارة، اي حد عايز يقيس مسافات كبيرة جدا بنستخدم الميتر تيب. يبقى انا هنا ممكن اسألك ازاي؟ في الامتحان اسألك سؤال تشوز كده جميل، يقول لك ايه هو الجهاز المناسب عشان تقيس كراسة؟ يبقى انت هتستخدم الرولر، مش هجيب الميتر تيب، هو ينفع بس انا انسب لك الرولر. طب لو عايز اقيس بورد يبقى الميتر تيب. ايه بقى الحاجتين التانيين دول؟ اسامي كده غريبه، فيرنير او فيرنير كاليبر، اللي يريحك، بس المهم عندي كلمه فيرنير هتلاقيها موجوده، وكلمه مايكروميتر او مايكرومتر. انت بتطاقها مايكرومتر عشان تستخدم اسلوب سريع في الكلام، لكن هي اسمها مايكروميتر. ايه مايكروميتر؟ هنفهم سر كلمه مايكرو في البريفكسز، لكن انا دلوقتي عايز اعرف ايه فيرنير ومايكروميتر. ده جهاز وده جهاز، دول بيقيسوا ايه؟ بيقيسوا اللينس. يبقى لو لقيت الاسم ده اختاره عشان اللينس، او الاسم ده اختاره عشان اللينس، بيجي لك واحد بس في التشويسز. لكن دلوقتي لما تقول الفيرنير لوحدها بتقيس، بس ينفع اقيس سن القلم الجاف بالرولر؟ هيحصل ايرور، مش هقيس صح. يعني ينفع اقيس الديامتر بتاع قلم زي ده كده؟ ده قلم اهو، عايز اقيس الديامتر بتاعه، هقيسه ازاي؟ هجيب رولر واقعد اعمل كده؟ تبقى صعب علينا. امال هقيسه ازاي؟ هجيب بقى الفيرنير واحط السن ما بين الجزئين دول، ده جزء متحرك وده جزء ثابت، ومش عليك اي تفاصيل غير انك ده يعرف تعرف شكله والاسم بتاعه. لكن هو بيوضح لك اهو، ده بيتحرك يمين وشمال لغايه ما يقفل على الجزء اللي انت عايز تقيسه، بس الحاجات الصغيره. طيب فيرنير تنفع تقيس معانا الكلام ده؟ اه، تقيس وتطلع بالمليمتر وهاف مليمتر كمان. طب ومين ده كمان؟ مايكروميتر، نفس الكلام بتاع الفيرنير، بس هنا بقى ايه؟ عندي الرود ده ممكن يرجع ورا شويه، تقعد بقى ايه في السكرو ده، تقعد تحرك يمين وشمال وتلف كده زي ما تجيب القلم، تقعد تلف كده القلم، لا ده جزء مخصص تلف يمين وشمال، يبتدي الرود ده يقرب او يبعد، يقرب او يبعد من الجزء الثابت، الجزء الثابت بيبقى الحته دي بالظبط. وتحط الحاجه اللي عاوز تعمل لها ميجرمنت للينث بتاعها زي الديامتر، وزي عايز تجيب مثلا، هو غالبا بيقيس الديامتر وانت هتعمل ديفايد على طول تجيب اللينث. عايز تحط حاجه ثانيه تقيسها بقى مثلا كيوب، ممكن تظبط برضه لغايه ما تجيب السايد بتاعه بيساوي كام، بس تكون حاجات صغيره ودقيقه. يبقى مين الموست اكيوريت ديفايس؟ الفيرنير. طيب دولت لللينث ودولت للماس، طب دولت لايه بقى؟ اكيد للتايم. طب تعالى نتفرج، مين اول حاجه اخترعوها في الكون؟ اور جلاس. وديكم شايفين المنظر، جلاس فيه هنا نك بينزل منها الساند بس بالراحه جدا، بعد ما الساند ده يخلص يبقى عدى تايم معين، هم بقى بيقدروه حسب التصنيع بتاعه، مش قضيتنا دلوقتي، احنا قضيتنا نعرف اسمها فقط عشان ما حدش يشغل باله. واحده واحده بداوا يتعلموا بقى يعملوا بقى ايه؟ البندلم، واستخدموا البندلم دوت علشان يعمل التايم عن طريق كلوك. يبقى هنا كلوك، او ممكن تقول عليها ايه؟
بندلم كلوك. خلي بالك كلوك عادي وبندلم كلوك عادي جدا عشان ما يختلطش عليك الامر. ده لقيتهم في التشويسز، لقيت مايكروميتر، انالوج سكيل، بيم بالانس، وبعد كده كلوك، يبقى مين فيهم ينفع للتايم؟ الكلوك. طب ما لقيتش كلوك، لقيت بندلم كلوك، المشكله. المهم برضو ايه هي اللي تنفع لميجرمنت بتاعت التايم. بعد كده اخترعوا حاجه تانية ابسط شويه من البندلم كلوك عشان دي كان حجمها كبير، الستوب ووتش اللي احنا موجود عندنا زيه في الموبايل بس طبعا بالديجيتال. احنا دلوقتي بنتكلم على ستوب ووتش عادي، بندوس هنا على الزرار يبدا يتحرك البوينتر ويلف 60 سكند وبعد كده 60 سكند تانيين ويبدا يعدي لي مينتس والكلام دوت، ولو عايز ارجعه بدوس على الزرار دوت. انا بشرح لك الفكره بتاعته عشان بس ما تتخضش. انت اللي هيجي لك في الامتحان ستوب ووتش يوز تو ميجر ايه؟ تقول له تايم وتشوز برضه. اما بالنسبه بقى للديجيتال ووتش هي احدث حاجه، دي موجوده في الساعه بتاعت الايد الموجوده في الموبايل. المهم كل الارقام بتاعتها بتبقى ايه؟ ديجيتال. وكده احنا وضحنا جزء مهم قوي، ايه الفرق ما بين التولز هنا او هنا او هنا. يتبقى لينا بقى في الفيديو ده حاجه بسيطه خالص عشان ايه الناس تعرف تذاكر الجزء ده كويس، اليونتس. ايه بقى موضوع اليونتس؟ احنا قلنا من شويه لو عملت ميجرمنت وقلت انا همشي من هنا لغايه اخر الشارع واقيس الديستنس من اول الشارع على اخره، الديستنس عمل 10، يبقى انا بقيس ديستنس دي ايكوال 10. طب وبعدين ايه بقى ال 10 دي؟ مش فاهم. ال 10 دي بتعبر عن فاليو لفيزيكال كوانتيتي انا قستها. طب ايه هي الفيزيكال كوانتيتي بقى؟ بص على اليونت، الدي ديستنس. الناس كلها بتقيس الديستنس بالميتر، جه واحد قال لي لا انا مشيت 1000 سنتيمتر. 1000 سنتيمتر يا راجل، احنا نقعد نعد 1000 سنتيمتر؟ الراجل ده بيتكلم صح والراجل ده بيتكلم صح، ده اليونت وده اليونت تاني خالص. هو كل القصه ده بيقيس بالميتر تيب وده بيقيس برولر، قاعد يحسبها طلعت كده. يبقى انا هنا بقى عايز ابتدي اركز، انا عايز اعرف كل فيزيكال كوانتيتي ايه اليونت بتاعتها. تعال نركز كده. لو اتكلمنا اول حاجه عن اللينس، بتتقاس بالميتر، ده في الانترناشونال سيستم. طيب تاني حاجه الماس بالكيلوغرام، تالت حاجه التايم بالسكند، رابع حاجة electric current intensity بالامبير، absolute temperature بالكلفن، و amount of material مول، luminous intensity candela. يبقى يا جماعة ده الاسم بتاع اليونت وده السيمبل بتاع اليونت وده السيمبل بتاع الفيزيكال كوانتيتي. فما تقلقش، هنا تي كابيتال هنا تي كابيتال. احنا لما نيجي نديك بروبلم او بنوصف لك فيزيكال كوانتيتي في مساله هعرفك ماس واكتب لك جنبيها ام او معروفه ام. لو قلت لك تمبريتشر تي كابيتال او تي سمول مش فارقه معانا، تايم تي كابيتال تي سمول مش فارق معايا، وقت ما انا هديك السيمبل اشتغل بيه. وما تقلقش من النقطه دي عشان في ناس بتدقق قوي، هنا تي كابيتال وهنا تي كابيتال. لا يا عم، هنا تايم وهنا ابسوليوت تمبريتشر، وما تقلقش الموضوع بسيط قوي. طب هل كل الدول بتتعامل بالكلام ده؟ لا طبعا، هنركز على الماس وعلى اللينث وعلى التايم. وتعالى بص معايا برضو هنا بالراحه. رقم واحد اللينث. في كام سيستم في العالم؟ في 3 سيستمز اللي عليك في المنهج، هم دول متريك سيستم وفرنش سيستم وبريتش سيستم. الثلاثه دولت بيقيسوا ماس ولينث وتايم بطريقه معينه وهنشوفها مع بعض. بص معايا كده، اول حاجه اللينث في المتريك سيستم، وده بنسميه الاس اي سيستم. ليه؟ عشان ده الانترناشنال، كل الدول بتشتغل بيه. يبقى ال SI system هو modern system، هو metric system. ركز معايا، يبقى انا عندي دلوقتي metric system او modern system او SI system، وساعات بيسموه ايه؟ MKS
ايه بقى ام كي اس ده؟ هقول لك دلوقتي، ركز كده معايا. في المتريك سيستم اللينث بالمتر والماس بالكيلوجرام والتايم بالاي بالسكند، يبقى انت عندك ام كي اس سيستم. فهمنا كده؟ جرب بقى السيستم اللي بعديه كده، اسمه فرنش سيستم اللينث بالسنتيمتر. يبقى الفرنش بيتعامل بايه؟ بيتعامل بسنتيمتر يعني سي، والماس بالجرام يعني جي، والتايم بالسكند اس. اوكي، يبقى انا دلوقتي يا اولاد لازم اركز. انتوا النهارده طبعا مش ولاد، انتوا شباب زي الورد، وان شاء الله البلد تتباهى بيكم، وده من احسن الاجيال اللي جايه، بتعتمد على التفكير ما بتعتمدش على الحفظ. ودي نصيحه مني انا شخصيا كاخ كبير ليكم، التفكير اسهل بكتير من الحفظ يا جماعه. الحفظ ممكن يتنسى، لكن لو بالتفكير هتلاقي نفسك بتقدر توصل لحل مشاكل كتير، سواء في المنهج او خارج المنهج او في حياتك اليوميه كمان. كل حاجه بالتفكير تتحل، انما بالحفظ مش شرط تتحل. يبقى انا عندي هنا الفرنش سي وجي واس علشان سنتيمتر جرام سكند. طبعا اللي كان بيكتشف الكلام ده واحد اسمه جاوس، فنسبوها لي. وممكن تلاقي في بعض الكتب العلميه بيقول لك جاوسيان سيستم، وده بياكد لكم هنا حاجه، ان محدش في اي ماده من المدرسين اللي موجودين معانا هنا هيبخل عليك باي معلومه. كل المعلومات موجوده، ركز كويس في الفيديوز وانت بتذاكر، واحنا بنكتب لك كل التفاصيل عشان تساعدك على كده. تعال بقى معايا هنا في اخر حاجه خالص، البريتش سيستم. البريتش سيستم ده عباره عن حاجه كده بيقيس لي اللينث بالفوت، فتحس ان حاجه غريبه انت ما شفتهاش قبل كده. هم زمان كانوا بيقيسوا اللينث بالفوت يعني القدم، وده موجود لغايه النهارده في الثلاجات. تيجي تشتري ثلاجه تقول لك ايه 14 قدم، 12 قدم، 16 قدم. فالقدم هي يونت لللينث اللي هي الفوت، عشان الثلاجات كانت وقتها بتتصنع في بريطانيا، فكل واحد بيطلع باليونت اللي هو عاوز يشتغل بيها. الماس كانت بالباوند، الباوند وساعات بتتكتب بي، وممكن ال بي، ال بي عاديه، واللي هي بيقولوا عليها ساعات بالبلدي راتل. فانت ما تشغلش بالك بالبلدي، خلي بالك بس من كلمه ايه باوند، مهمه، مش معناها جنيه، لا، باوند دي يونت علشان الماس. واخر حاجه التايم برضو بالسكند. هلاحظ ان التايم هنا مع الثلاثه دولت سكند، يبقى مفيش مشاكل. طيب البريش سيستم بقى اسميه ايه تاني؟ اسميه اف بي اس. اوكي يا اولاد، يبقى او يا شباب، يبقى احنا كده ما عندناش اي مشكله في الثري سيستم دولت. هناخد اخر حاجه بقى، ودي تبقى نقطة النهاية في الفيديو الأولاني، ونقطة البداية في الفيديو الجديد إن شاء الله. عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم لازم تذاكروه كويس، ونبتدي بقى المرة الجاية نشتغل بقى في تمارين وما إلى ذلك. إيه هي آخر حاجة بقى نختم بيها الكلام بتاعنا دوت؟ إن أنا بعد ما اتعلمت إيه بقى الميجرمنت، وإيه هي الفيزيكال كوانتيتيز واليونتس بتاعتها، وإزاي التولز دي بتستخدم في الحاجات المشهورة زي الماث، ماس ولينث وتايم، هنيجي نقول بقى الفيزيكال كوانتيتي بتتقاس عن طريق equation. يعني حضرتك دلوقتي لو ركزت كده معايا، تعالى نمسح الجزء ده كده ونتكلم مع بعض. لو انا قلت لك تعالى قيس الفيلوسيتي، قيس الفيلوسيتي، بلاش يا عم تقيس الفيلوسيتي، تعالى قيس الفوليوم. الفوليوم بيتقاس ازاي؟ لو انا عندي كيوب هقيس اللينث واضربه في لينث تاني اللي هو الويث نفسه قد اللينث عشان ده كيوب، واضربه في الهايت برضه، يبقى ده تايمز ده تايمز ده. دي كده اسمها ايه؟ فيزيكال ايكويشن. يبقى انا ممكن اجيب دي عن طريق الفيزيكال ايكويشن دي. جميل، عندكم اكزامبل مكتوب تحت فورس، انا مش عايز استخدمه دلوقتي، عايز استخدم حاجه ثانيه. فيلوسيتي، فيلوسيتي ايكوال ايه؟ ايكوال ديستانس اوفر التايم. يبقى انت لو قست الديستنس وقست التايم، قست الديستنس وليكن 3 متر والتايم 1 سكند، يبقى انا واحد بيجري 3 متر في السكند، يا سلام سرعته حلوه، بيجري 3 متر في السكند، كل ثانيه بيعدي 3 متر، يا سلام الراجل ده رجله طويله جدا. ماشي انا موافق،
يبقى الفيلوسيتي بتاعته اللي هي السبيد بتساوي كام؟ 3 متر بير سكند، كده زي الفل. ما اتعلمنا الكلام دوت في المدرسه. الفيزيكال ايكويشن دي هي اللي هتساعدني اعمل ميجرمنت لمين؟ الفيزيكال كوانتيتي دي. يبقى لازم نفهم بقى ايه موضوع الفيزيكال ايكويشن دي. It is a shorthand formula to give a physical illustration of particular indication. انا بقول لك ما تحفظ. قريتها؟ اه. فهمتها؟ اوكي. ما فهمتهاش؟ ترجم اللي انت فهمته من الموضوع ده. مش عايز منك حاجه تانية. ده مش هيجي لك في الامتحان يسالك ديفاين. انما تفهم ان دي اسمها physical equation. طب دي بتناقش معاك ايه؟ يعني بتناقش معاك ان ده الفورس بيتحسب عن طريق mass times acceleration. يعني ممكن اكتب كده يا باشا F equal M times A، يبقى شورت هاند فورمولا. فهمنا كده الموضوع؟ يبقى شورت هاند فورمولا بتوضح لي particular indication على physical illustration بتاع الايه الاف دي. بس مش عايز اطول عليكم في الموضوع لان هو مش مستاهل اكتر من كده، وان كان في ديفينيشن بسيط موجود وسط السطور بتاعت الكتاب، انما هو ده اختصار الكلام كله. يبقى نقفل حلقه النهارده على ايه؟ على حاجه بسيطه جدا. اخذنا الميجرمنت، يعني ايه هي الميجرمنت؟ الكي اليمنتس اوف ميجرمنت، واخذنا الفيزيكال كوانتيتيز انواعها، الميجرنج تولز وايه هي انواعها، ومين من التولز ده مناسب للماس، مين مناسب لللينث، مين مناسب للتايم، وانواعها المختلفه. بعد كده خدنا اليونتس. اليونتس عرفناها عن طريق السيستمز، اشهرهم المتريك سيستم اللي احنا مشغلين بيه في دولتنا. طيب الدول الثانيه الفرنش سيستم او البريتش سيستم مش فارق معايا. انت هتركز كل حاجه، تفتح الكتاب عشان الامتحان هيكون اوبن بوك، تفتح الكتاب وتبص ده بتاع ده. لو جالك في الامتحان تشويس السيستم دوت تبع مين؟ تبع فرنش، اوكي يبقى انا هشتغل بالسيستم سنتيمتر جرام سكند وهكذا، والبريتش فوت باوند سكند، والمشهور بالنسبه لنا متر كيلو جرام سكند. اذا ما فيش فرق في تالت. وختمنا الموضوع بكلمه فيزيكال ايكويشن، لان ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى الفيزيكال ايكويشنز دي، نقعد نراجع شويه قوانين حلوه من ميدل كده هتفيدنا بقى واحنا بنجيب اليونتس بتاعت الدرايفد فيزيكال كوانتيتيز، او عايزين نتعرف على جزء جديد بقى في المنهج اسمه دايمنشنال فورمولا. نشوف بقى الكلام ده، تابعونا في الفيديو اللي جاي وان شاء الله تكونوا مبسوطين معايا. اشكركم ونتقابل على خير في الفيديو الجديد.